بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. ولادي ابناتي نتمنى أنكم بألف ألف ألف خير، خاصة خلال هذه الفترة اللي هي فترة الاختبارات. إن شاء الله تكونوا ما زلتوا شجعان وما زلتوا يعني تثابروا وما زلتوا تقوموا من أجل التحصل على معدل رائع ونقاط مرتفعة إن شاء الله. لكن أحببت أن أنبهكم إلى أحد الأشياء تقومون بها بعفوية لكن تؤثر سلبيا على بقية المواد القادمة لعنا الاختبارات. راني نشوف واحد الظاهرة، راكم لما تخرجوا من أي اختبار مباشرة راكم تروحوا تسقسوا على الأجوبة تاع المواضيع هذه، إما راكم تسقسوا الزملاء تاعكم برا في الباب تاع المتوسطة أو الثانوية، أو تروحوا للأساتذة تاعكم في الثانوية، أو تروحوا للأساتذة تاع ليكور، أو تروحوا لجروب تاع فيسبوك، أو تروحوا لجروب تاع الانستغرام وتحوسوا تسقسوا وتبعثوا وتصوروا كيفاش جاوبنا هنا وكيفاش. يا جماعة هذه الأمور ما تسقسوش عليهم، لأن حاجة فاتت فاتت. لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. يعني كاين واحد الحوايج راكم تسقسوا عليهم راهم يأثروا بالسلب على المواد اللي جايين. ما أعطيك مثال، أنت راك جاوبت على موضوع ما يهمش تاع رياضيات ولا تاع فيزياء ولا تاع أدب ولا فرنسية، ولا راك يعطولك الجواب، لما تشوف كيما هكا تنخلع تقول آه هاي سهلة وأنا ما جاوبتش عليها هذا الأمر، ومن بعد هاي سهلة ما جاوبتش عليها، آه هنا نسيتها، آه هنا. وبعد هذا الامر واش راح يصير لك؟ راح ياثر عليك سلبا، يعني المورال تاعك يهبط. الموضوع كان ساهل وانا ما عرفتش نجاوب وانا كذا وانا كذا. والغريب انه كاين حتى بعض الاشخاص يعطوك تصحيح ويقعدوا يصحوا لك فيها وكذا. هذا الامر ماهوش وقت ولادي، راهم تخلص فتره الاختبارات ويجوا الاساتذه حفظهم الله ورعاهم يديروا لكم التصحيح وتشوفوا نقاط الضعف وين كانت. اما دوك باش تروح في وضع اللي تروح تراجع للماده تاع العشيه ولا تاع غدوه من ذاك، تروح تسقسي على كيفاش جاوبت هنا وكيفاش جاوبت هنا. يرحم والديك، واش هي الفايده اللي راح تستفاد منها كي تعرف الجواب في ديك الدقيقه؟ والجواب تاعك ممكن راه نتايا الجواب تاعك غلط، هاك دمرت روحك. لا تسالوا عن اشياء ان تبدا لكم تسؤكم. كاين واحد الحوايج ما تسقسوش عليكم، لو كان تعرفوهم راهم يديروا لكم مشكل. خلوا كل حاجه في وقتها. رانا في وقت الاختبارات، رانا في وقت الاختبارات، كي يجي وقت التصحيحات من حقك تسقسي ومن حقك كذا. لهذا يا جماعه لاحظناها ولاحظناها ولاحظناها، كل انسان راه يسقسي بعد الفتره تاع انجاز الاختبار الا وراه بعد مورال مو يهود، فيزيك مو يعيا، لان عليه يبدا يأنب في نفسه وانا عليه وانا عليه. خلوا الامور راهي في بلاصتها ان شاء الله. كامل راكم خادمين، شحال من طالب ولا طالبه تقول انا ما خدمتش نهار لي الاستاذ يمد لها النقطه تحت ولا يمد له النقطه، تفاجئ بنقطه رائعه. انتم ما تركم هكذاك غير ما تقعدوش تقتلوا في رواحكم. الامر كذلك اللي نبهكم ليه دائما نوصيكم، الرقاد يا جماعه، الرقاد راه حاجه ضروريه في الحياه تاعك. والله يبعث لي واحدة منذ 3 أيام لما قلت لكم أنا رقدوا، بعث لي رسالة واش قالت؟ قالت يا أستاذ والله يا ريت سمعت هذه الكلمة العام الماضي في باك 2021، ليلة الفيزياء بايتة قاعدة ريفيزي ريفيزي ريفيزي، قالت لي حتى للسبعة تاع الصباح، قالت لي كي فوقت الروحي ست السبعة تاع الصباح، قالت لي مدوا لي الموضوع تاع 20 على 20. التمرين الأول جاوبت عليه كامل صحيح، التمرين الثاني جاوبت عليه كامل صحيح، الثالث عينية غمضوا، غسلت وجهي ما قدرت نفطن، كيما درت ما قدرتش نفطن. لاحظتوا يعني الانسان مرات يسهر يقول نربح الوقت وهو يخسر كل شيء. وانتم ما شاء الله ماكمش هكذاك، الليل للرقاد 10 ل 10 ونص نرقد، الصباح الى حبيت تنوض دير ريفيزيون ريفيزي. هذه هي النصيحه تاعي لاولادي وبناتي، وان شاء الله في الاخير جيبوا لنا معدلات ان شاء الله يا ربي تكون رائعه ومرتفعه، بالوالدين يفرحوا وحنا نفرحوا، والثانويه تفرح بكم زيدوا تنتقلوا، والجامعه تقول لكم مرحبا بكم رانا هنا، التخصصات كلهم راه موجودين، اتخيروا ان شاء الله اللي تحبوها وحنا ثاني نفرحوا بكم. في الاخير اولادي وبناتي ما تنساوش جيم وابوني لاشين باه دائما نزيد توصلكم الجديد تاعها، وما تنسوناش بالدعاء لنا بالشفاء العاجل ان شاء الله، وترحم على روحكم الطاهرة. مع تحيات الأستاذ نور الدين، والسلام عليكم جماعة. هيا إلا تفرجتوا الفيديو، إلا كنت تفرجتوا دروك، روح تقرأ ولا روح ترقد ولا، المهم ما تضيعش الوقت تاعك، الحياة فرص. سلام.